لسه انا بدي اكمل من دمجة. اهلا وسهلا فيكم من جديد، وهلا وصلنا لفقره التغذيه مع رند الديسي، وبنعرف انه عيد الاضحى مرتبط باللحوم وتناول اللحوم خصوصا الصبح، ويمكن معظمنا اول شيء صباح الخير رند. صباح الخير، انت بخير، انتم بصحه وسلامه، ينعاد عليكم. يمكن امبارح فطر على معلاه او على اكلوا مناسب صح كان، او فتت لحمه على الصبح. مزبوط. فخلينا نحكي عن اللحوم، كيف نحتفظ فيها، قد ايه بتقعد بالثلاجة، وفوائد اللحوم، وكمان الاكثار من اللحوم شو انعكاساته علينا. صحيح صحيح. صباح الخير، صباح الورد، كل عام وانتي بألف انتي بصحه وسلامه، وكل عام بخير لكم وللجميع، وان شاء الله بينعاد عليكم بالصحه وبالعافيه. شكرا رندو، احنا مبسوطين كثير معك اليوم، ومبسوطين انه اليوم ثاني عيد لاحمد. بيبي احمد غير الواحد يعيد مع العيله. صحيح صحيح. حالكم عيله معيده من بدكم اثنين. مزبوط، عن جد هو شعور حلو وجديد، وان شاء الله الله بيطعم كل مشتهي. يا رب الله يحميك. طيب يلا نيجي لموضوعنا هلا بهاي الفتره، طبعا الاكثار من تناول اللحوم. خلينا نبدا اول شيء لصحتنا، قد ايه بتقدر اللحمه تضل برا الثلاجه؟ اوكي، هلا بما انه بهاي الفتره احنا بنعمل نسب كبيره من الاضاحي، عشان هيك لازم نعرف كيف انا بقدر افرز اللحوم بالطريقه الصحيحه عشان ما تفسد هاي اللحمه ونخسر كميات كبيره من اللحوم عبر التفريز الخاطئ. يفضل اولا احنا بعد ما نذبح الذبيحه بعد بساعتين كحد اقصى نفرز اللحوم. عاده احنا بنخاف من الدينجر زون، او اللي هي درجات الحراره الحذره الخطره على الاطعمه، واللي هي ما بين 5 الى 63. اي درجه حراره اقل او اعلى من هذا الشيء فهي ما بتاثر على اللحوم، فيفضل اما انه هاي اللحوم تنطبخ وتستخدم في اي نوع من الاكل اللي احنا راح نحضره على وجبه الغداء او الفطور، أو بنفس الوقت نفرزها مباشرة لحتى نحفظها بدرجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية. طريقة الحفظ لازم تكون سريعة. أولاً يفضل أنه نحن نغلف اللحمة نفسها بأي نوع من التغليف البلاستيكي، بعدين نحطها بأي نوع من الكيس البلاستيك. هذا الإشي أولاً بيحفظ السوائل اللي بداخل اللحمة، فبيخليها تكون طرية على فترة أطول. بنفس الوقت بيمنع الفريزر بيرن، أو اللي هي أنه زي تتبرد بشكل كتير خاطئ، وهذا الإشي بيؤدي إلى مشاكل في طعم اللحمة وفي طريقة الطهي التابعة لإلها. وكمان بنفس الوقت ما ننسى أنه إذا نحن فرزناها بالطريقة الصحيحة دائماً نحطها بآخر رف موجود عندي بالفريزر، لحتى إذا ننزل أي نوع من السوائل اللي بتنزل من اللحوم ما تلوث المأكولات الثانية بالبكتيريا اللي بتكون موجودة فيها. بدي أسأل على الفريزر بيرن، اللي هي حرقة الفريزر لما صحيح. يصير لون اللحمة بني. مزبوط. هلأ هاي عادي تناولها؟ يعني عم تقولي نغطيها كتير منيح عشان ما تنحرق ما يصير صح. بس هي مثلا مرات بتطولي لحمة بيكون داخل عليها شوية هواء. مزبوط. هل هي مؤذية إنه نتناولها؟ لا، هي ما بتأثر على الصحة ولكن كالطعم وكشكل اللحوم مش رح يكون مستساغ من قبل الأشخاص، لأنه بصير طعمها شوي هيك مختلف. بالضبط، فيه طعم برودة. طيب رند، خلينا نحكي عن اللحوم العضوية أو الأعضاء الداخلية، اللي هي الكبدة، الطحال، صحيح. المعلاء، الأشياء هاي، يعني قد أول شيء قيمتها الغذائية، وشو كيف بتفضلي انها تنطبخ؟ يقال انه يفضل لما نذبح على طول نطبخها ما تتفرز. مزبوط، يفضل هاي الاشياء انه نحن نطبخها مباشره عشان ما نفقد القيمه الغذائيه العاليه جدا اللي بتكون موجوده فيها. اللحوم تعطيني مصدر غني جدا من فيتامين بي 12، من الحديد، من النايسن، من الرايبوفلافين، بالاضافه ل منتجات مختلفة أو مكونات مختلفة من الأحماض الأمينية، مثل الكولين اللي هو نوع من أنواع الأحماض الأمينية اللي بيعزز عمل الدماغ عند الأشخاص، بتحتوي على conjugated linoleic acids واللي هي CLAs، نوع من أنواع الدهون اللي بتكون موجودة فقط باللحوم اللي بتكون من الحيوانات، وبتكون فيها نسب عالية من الدهون الصحية، ففيها نسب كتير عالية من المواد الغذائية، عدا عن الفيتامينات والمعادن اللي بنحكي فيها. لما نحن ناخذ اللحوم العضوية هي تعتبر أغنى اللحوم بنسب الفيتامينات والمعادن الموجودة فيها. تفريزها لفترة كتير طويلة ممكن يؤدي إلى خسارة نسب جيدة من البي 12، لأنه هو نوع من أنواع الفيتامينات اللي بدوب بالماء، فإحنا لما نفرزه لفترة كتير طويلة للأسف رح نخسر البي 12 اللي عادة إحنا بنركز عليه لما نحكي عن اللحمة. دائما نقص البي 12 بنقرنه بزيادة استهلاك اللحوم. فإذا ما نحكي بشكل عام، القيمة الغذائية لكل 100 جرام من اللحوم العضوية هي 175 سعرة حرارية لكل 100 جرام، 27 جرام من البروتين، فهي نسبة عالية جدا من البروتين، وبروتين ذات هاي كواليتي أو سريع الامتصاص وذات جودة عالية بالنسبة للعضلات اللي عندي بالجسم، بالنسبة لاستهلاكه وهضمه عندي بالجسم بيكون سهل وسريع. فالقيمة الغذائية جدا عالية، يفضل استهلاكها على شكل مباشر حتى ما نخسر فيتامينات ومعادن. أما بالنسبة للفيتامينز فهي بتعطي تقريبا 1000% من احتياجات جسمنا من البي 12،
و 520% من احتياجات جسمي من الفيتامين A. تخيلي قديش هي مليئه بالبي 12 وبفيتامين A. عم نحكي نحن المعلق كله، الكبده وكل المعلق اللحم. هلا هاي عاده الكبده لسه الكلى فيها نسب اعلى، فهي لسه بتضاهي الكبد بنسب الفيتامين بي 12. طب شو بالنسبه للكوليسترول هلا؟ يعني اكيد الناس بيخافوا كثر اللحمه واللي بتصير الاطباق اللي فيها لحوم بتكثر. مزبوط. شو بالنسبه للكوليسترول، اللحمه العاديه واللحمه العضويه؟ اوكي، هلا موضوع الكوليسترول هو مفهوم كثير خاطئ ما بين، او شائع الخطا فيه ما بين الاشخاص. عاده احنا بنخاف من ارتفاع الكوليسترول من الاكل، بس اللي نحن ما بنعرفه انه الكبد هو العضو المسؤول عن انتاج الكوليسترول بالجسم. والجسم بيحتاج الكوليسترول لينتج اي نوع من انواع الهرمونات، او حتى الخلايا اللي بالجسم موجوده عندي هي تنتج او يساعد في انتاج هالكوليسترول. فاحنا بنحتاج نسب عاليه من الكوليسترول، واللي الجسم بيعمله لما نحن بناكل نسب كوليسترول عاليه انه هو بيقلل من انتاجيه الكوليسترول بالكبد. فكل ما انا اكلت كوليسترول اعلى، كل ما انتاجيه الكبد للكوليسترول رح تقل. وعلى العكس صحيح، كل ما اكلت كوليسترول اقل، كل ما انتاجيه الكبد للكوليسترول رح تزيد لحتى نوصل لاحتياجات الجسم. المشاكل بتحصل عند الاشخاص اذا ما كانت وراثيه بالنسبه للكوليسترول، بتحصل من زياده استهلاك اللحوم فوق طاقه الجسم وفوق احتياجات الجسم من الكوليسترول. هون بتبلش نسب الكوليسترول ترتفع بشكل كتير كبير، هون ببلش الدهون الثلاثيه تظهر، تنخفض الكوليسترول الجيد ويرتفع الكوليسترول السيء. فهو بالعاده ما في عندي شيء مسبب للكوليسترول، في عندي حياه او نمط حياه معين بيرفع الكوليسترول السيء وبينزل الكوليسترول الجيد، او اذا كان النمط جيد فهو بيعمل العكس تمام، ولكن عندي عادات غذائيه خاطئه ممكن الشخص انه يوصل لمراحل يتعدى حاجة الجسم من الكوليسترول بكميات كتير كبيرة من اللحوم لما نتعدى 300 أو 350 جرام باليوم الواحد. يعني تناولها مثلا كوجبة 3 أيام ورا بعض لحوم 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 مش مشكلة؟ ما في مشكلة. إذا كانت الكمية ما بين 100 جرام إلى 150 جرام وهي كمية معقولة جدا. لما نزيد عن هاي الكمية هون بنبلش نشوف مشاكل كوليسترول بشكل كتير كبير. بس عادي يعني مسموح لنا ناكل مناسف ومعلش كعكو معمول اربع ايام هدول بس بكميه محدوده طبعا. بدنا نضيفك من النجمه كعكو معمول من النجمه. ايش بتحبي، الكعك ولا المعمول؟ بحب معمول. بتحبي المعمول؟ تفضلي. والقهوه الساده طبعا. يسلموا هالايدين. طبعا احنا بنشكر حلويات النجمه. وانا بدي اضيفك القهوه عشان تشربي لي دوره. لا انت اشطر، خدي. قلت لك اياها خلاص. شكرا. عن جد غلبتي طعمهم كثير زاكي معمولاتنا. شكرا رند. يسلموا هالايدين. تفضلي. شكرا. صحتين. اذا باجواء العيد اليوم اللي احنا عن جد مستمتعين فيها كثير، بنشكرك رند الديسي. بالعكس، كل عام وانتي بألف خير وانتم بصحه وسلامه. شكرا حبيبتي.